ايدينا وحدي يا ستي والله ايدينا وحدي. ما زلنا مواصلين معكم في برنامج نهارك زينة، كما قاعدين تشوفوا بعض الصور الشارع الحبيب رقيبة وين هبطوا بخيس كتوانسة كل يوم، نساء كبار صغار رجال، الناس الكل هبطت اليوم، الناس الكل مشاش تقرا، الناس الكل مشاش تخدم، الكلها هبطت اليوم شارع الحبيب رقيبة، كلها تساند في القضية الفلسطينية. اليوم القضية الفلسطينية قضية إنسانية بدرجة أولى بالحق. الصور تنجم تحكي وحدها، دونك أول مرة يظهر لي أستاذ أنس، خلينا نقول أنا الشارع الحبيب رقيبة يتعبى هكايا أول مرة. يتعبى من البارح في الليل، معناها الناس هبطت وباتت الناس ما رقدتش، واليوم الصباح الناس الكل هبطوا، الناس الكل معناها استأذنوا من الخدمة نتاعهم، والناس الكل مشاو كيف كيف وقفات، معناها احتجاجية حتى في الليسيات في المعاهد الثانوية من قبل التلامذة والأساتذة، وهذا حاجة معناها مطلوبة ياسر في المجتمع نتاعنا، حتى نوعيو شبابنا وحتى الناس الكل معناها نكونوا على دراية كبيرة بالمظلمة اللي قاعد شعبنا الفلسطيني يتعرض لها. ما ننساوش باش نترحموا على الشهداء نتاعنا الكل، ما ننساوش باش نشدوا على يدين وعلى أزر المقاومة الفلسطينية بكافة أصنافها، نتمناو لهم من قلوبنا وبالدعاء وبكل جهد فينا بالتبرعات للهلال الأحمر بأي مجهود نجموا يعملوا كل واحد فينا، الانفورماتيسيان من جهته، اللي يخدم في الصحة من جهته، اللي نجم يعطي حاجة من جهته، اللي نجم يدعي ربي من جهته، باش نجموا نقويوا شوية يعني إخواننا وبني جلدتنا، باش نجموا يستعيدوا الحق نتاعهم المسلوب، الحق نتاعهم اللي كيف ما تعرف سمية ماهمش يحاربوا في الكيان الصهيوني برك، معناها جيوش وآليات وسائل إعلام كبيرة، حتى كان احنا اليوم الماتينال معناها ولينا نتحدثوا فيها على المظلمة اللي تعرضنا لها، على خاطر بالفعل يعني تجيش كبير لوسائل الإعلام، مغالطة كبيرة، فظاعة كبيرة في قلب الأحداث وفي الكذب وفي التدليس وتشويه الحقائق، وهذا من شأنه أنه يأثر على أفكار الناس، من شأنه أنه يغير معناها الحقيقة بسهولة تامة. والإنسان شنو هو الإدراك نتاعه؟ معناها الإنسان بسيط، بمجرد أنه الصورة تتنقله ولا الفكرة تتنقله بالغلط باش يصدقها، باش ينتج عليها بطبيعة الحال سلوك غلط. اليوم آخر تصريح يقولوا معناها أنه حركة حماس هي اللي قامت بقصف المستشفى المعمداني، دونك بالحق معناها تصريح مضحك خلينا نقول أنا. أستاذ باش نتناولوا الموضوع، كنا باش نحكيه في موضوع آخر لكن الحدث يفرض نفسه. اليوم الصور اللي قاعدين نشوفوا فيها، الفيديوهات اللي قاعدين نشوفوا فيها، خلينا نقول أن المذبحة اللي صارت البارح في غزة، الشهداء، الجرحى، الأشلاء اللي مرمية في البلايص الكل، اليوم صغيراتنا قاعدين يتفرجوا في الفيديوهات هذية، اليوم حتى الكبار الصغار، اليوم خلينا نحكي أنا على الصغار شوية، اليوم صغارنا ما عادش ينجموا حتى يرقدوا في الليل، اليوم صغيراتنا اللي عمرهم 3 سنين واللي عمرهم 4 سنين وخمسة سنين، اليوم يحكيوا على القضية الفلسطينية، يغنيوا أنا دمي فلسطيني، أنا نحب فلسطين، يقولوا اليوم الكيان الصهيوني اللي هو مجرم اللي هو شيطان. بالحق نسمع في الكلام هذايا من صغار عمرهم 3 سنين، نسمع الكلام هذايا من صغاري كيف كيف. نحكيوا اليوم بسيشيكمون أستاذ، بما أنك أستاذ في علم النفس، يأثر هذا على صغيراتنا؟ بداية الصور اللي فيها القتل، الصور اللي فيها الاعتداءات، اللي فيها الدم، اللي فيها الموت، راهي ممنوعة على الصغيرات، خاصة أقل من 12 سنة. يعني سي انتردي أن نوريو صغيراتنا حاجة كيف ما هكاكا، سي انتردي معناها أني أنهم يشوفوا مجازر كبيرة وأني ناس ماتت بالكيفية هذيك، انتردي أن نوريوهم، لأني تخلف لهم تروماتيزم كبير، تخلف لهم معناها فجعة كبيرة اللي تنجم يعني تؤدي لبرشا اضطرابات في السلوك نتاعهم، تنجم تؤدي حتى لاضطرابات على المستوى الشخصية، وكيف كيف تنجم تؤدي لأمراض نفسية كبيرة معناها اللي تنجم تتبعهم من بعد. الصغير الفاسو بروجيتي من غير ما يشعر على التصويرة هذيك نتاع الموت، باش يخاف برشا من الموت، باش يخاف برشا على روحه، باش يحس اللي هو حياته متهدى في كل وقت، كيما الصغير هذاك توفى كيف ما أنا نجم نتوفى، كيف ما الصغير هذاك داره تحت عليه كيف ما أنا داري تنجم تطيح عليا. ما نوريوهمش على خاطر الفاجعة تكون كبيرة بصورة والوجيعة تكون كبيرة والبروجيكسيون تكون كبيرة، لكن نوصلوا لهم المعلومة بطريقة اللي قد عمرهم. نعلموهم اللي الناس توفاو بطبيعة الحال، نعلموهم اللي الناس هذوكم عند ربي، صورة تكون الحقيقة مفجعة وتكون صادمة، نقول لهم اللي هذوكم عند ربي شهداء واللي هما في بلاصة خير من البلاصة اللي توجدوا فيها، وباش يلقاو جزاء الظلم اللي تعرضوا له خير.
ولكن من يلزمنا نحرصوا أن صغارنا ما يشوفوش الحاجة هذيك، ما يشوفوش، لكن نعلموهم اللي قاعد يصير اعتداء علينا، ولكن نعلموهم اللي كيف كيف ثم مقاومين وثم منافضين اللي قاعدين يجتهدوا باش يقاوموا، وقاعدين المقاومة الفلسطينية قاعدة تحقق زادة في أهداف وقاعدة تحقق في نجاحات، نفهموهم اللي احنا زادة بدورنا يلزمنا نعاونوهم، ونفهموهم زادة كعقيدة نعطيهم ديما الأمل، ما نخليهمش يفقدوا الأمل ولا يحسوا بالقهر بوقت طويل، نقول لهم اللي ديما الحق هو اللي باش ينتصر، وراه هذايا اجتهاد وهذيك سنة الحياة، فيها اجتهاد وفيها مقاومة وفيها انتصار إن شاء الله. أستاذ اليوم البعض من صغيراتنا ساعات حتى يصابوا خلينا نقول أنا بالخوف، اليوم صغيراتنا مثلا ما ينجموش يرقدوا في الليل، هما مش كان صغار حتى الكبار ما ينجموش يرقدوا في الليل، قعد لك الفيلم هكايا يمر في أذهاننا، اليوم صغيراتنا ولاو يخافوا ولاو يرعشوا، فما شكون يقول لك ما نحبش ماما نمشي نقرا نخاف، نجم تجيني أنا مثال السلاح، فما قنبلة بالحق راه من الصغار ما تقولوش، نصور صغاري وصغاركم وصغار الناس الكل يحكيوا في المواضيع هذه، اليوم ولاو حتى كل يحبوا معناها ما عادش يخرجوا من الدار، يحبوا ينعزلوا وحدهم، هذه استاذ معناها حاجه ما تفرحش خلينا نقول انا. ملي بدات طوفان الاقصى وملي بدات الاعتداءات معناها نتاع الكيان الصهيوني على، واحنا نتفرجوا كلنا، نتفرجوا في قطاع غزه ونتفرجوا في المظالم، نتفرجوا في الاموات ونتفرجوا في الجرحى ونتفرجوا في المباني والاحياء والمدن اللي قاعده تتهد وتتدمر. براتيكمون توا عندنا كان الاخبار يعني في ديارنا ما عادش نبدلوا في حتى شيء، وهذا الحقيقه كلمة كي باش يستمر هكاك فتره طويله على الصغار يولي قاسي عليهم شويه ويولي الجو ماهوش باهي، كيف كيف احنا بيدنا كاولياء متاثرين معناها تحب ولا تكره. انا مثال ما جانيش النوم امبارح، ما رقدتش مصبح، نتصورك انت كيفي نتصور، وبطبيعه ما نجمش نقعد ونمشي نخدم، متقلقين ياسر برشا كيفنا بالضبط، ناس خرجت في الليل وناس مشات زاد الصباح معناها باش تتظاهر، مش سهل باش صغيرك يرى عليك الحزن، يرى عليك القلق، يرى اللي انت ماكش مرتاح وماكش مطمئن. ماذا بينا نبعدوا صغيرات على الكلمه هذاك، نبدلوا من قدامهم التلفزه والفواجع والزومبيلونس والقنابل اللي قاعده تهبط، نبعدوهم بتيت نخليهم في بيتهم، نحطوا لي جوي نتاعهم، نحاولوا احنا نبدلوا حتى يعني في توسكي فيربال ولا نون فيربال، ونضحكوهم نلعبوا معاهم، وفي نفس الوقت نعديو لهم الميساج نتاع الرساله هذيا، كيما احنا تربينا واحنا صغار وتبنينا القضيه ملي احنا صغار وكنا في بيئه معناها اجتماعيه وحتى سياسيه زاده كانت معناها في الطرف وفي الجانب الفلسطيني ان شاء الله ديما على الدوام، كيما اليوم زاده الحمد لله احنا ننعموا بكوننا معناها حتى السلطه السياسيه في هذه الكفه معناها الحمد لله، معناها ان عندنا الكلمه باش نخرجوا باش نعبروا. الخروج باركونتر في المظاهرات السلميه اللي موجوده عندنا باش ندوا به، كي يبدا عندنا صغير بطبيعه يشد روحه، مش صغير معناها 4 سنين ولا 3 سنين، كبير 9 سنين 10 سنين نجم يهبط معنا بطبيعه الحال، المسيرات كلها منظمه والمسيرات كلها معناها متبوعه بالامن، ما نقربوش من السفارات اللي تنجم صغيراتنا تصير لهم حاجه، لكن لما يشاركوا يتبناوا القضيه بالقدا يفهموها بالقدا تقعد راسخه في اذهانهم. باش نسالك استاذ اليوم قداش مهم انه نعلموا صغيراتنا ونوعيوهم بالقضيه الفلسطينيه، قداش مهم اليوم؟ أكيد حتى فما صغيرات اليوم يسألوك مثلا يجي يقول لك ماما شنو إسرائيل ولا شنو فلسطين، وخاطر هما حاضرينك والحاجة الباهية حاضرة. بعد معنا السيدة منى مديرة مدرسة خاصة، كيفاش بالحق معناها، وهذه حاجة يشكروا عليها زاد أصحاب المدارس سواء كانت بخيفي ولا إيتاتيك، انهم اليوم يوعيوا صغيراتنا بالقضيه الفلسطينيه ويعلموهم كيف الروضات، زاده تلقى حتى العمر 3 سنين قلت يبدا فاهم القضيه الفلسطينيه ويبدا يغني في الاغاني نتاع فلسطين، كيف يبدا يعرف علم فلسطين ويعرف شنو الالوان، هذه اليوم قداش بالحق مهم. وخلينا ننصحوا هما ديجا سي بون يعني الميساج واصل، اما نزيدوا احنا نوعيوا بالطبيعه الناس هذوما، نوصلوا الميساج بطريقه واضحه معناها نفهموه القضية أصلها وفصلها وقتاش بدات، شنو التطورات نتاعها، شنو قاعدة المقاومة تجتهد توا، في شكون قاعدة تقاوم معناها الحلف اللي متواطئ معناها على البلاد الصغيرة هذيك، على الأمة الصغيرة هذيك الفلسطينيين، وبطبيعة الحال هذا تعزيز للهوية العربية الإسلامية نتاعنا، ونفهموا كونه إذا هو ما عندوش انتماء وما عندوش هوية ثقافية بطبيعة باش يكون ناقص بارشا في حياته، هكاك نأمنوه نحصنوه حتى وقت اللي ياخذ الباك ويمشي يقرا في ليزيتازوني ولا يمشي يقرا في اوروبا يكون مستحفظ على الهويه نتاعو وعلى القيم نتاعو كما الاغلبيه الساحقه نتاع التوانسه المتواجدين في الخارج.
شكرا لك استاذ انس العويني اخصائي في علم النفس، يعطيك الف صحه ونشكرك على حضورك. والله غالب الموضوع تبدل فجاه، ما شاء الله ما شاء الله عليك معناها، فهمتني دونك على المعلومات هذه.